منحوتات على بحيرة، معرض برونزيات على مدار السنة، وتتابعونا في هذه الحلقة من آفاق. ليال موسيقية وثقافية في تونس بتوقيع الأوركسترا السيمفونية لروما، وكرات تسبح في الهواء في مانيلا. ولكن بداية من دورست جنوبي إنجلترا، حيث أقيم هذا المعرض الدائم لمنحوتات برونزية في الهواء الطلق وعلى سطح الماء تحت عنوان منحوتات على بحيرة. I don't know where it comes from, it's being brewing because you just keep feeding so much information into your brain. I think it's important to have art in the parks that reflects people's different emotions. And anything that is beautiful, I think probably it's been created by God. What I create is, I think, beautiful. I don't know where it comes from. I don't know a lot of the time where the inspiration comes from. It started off as a part of a spiritual thing, and I think it probably still. بدأت العمل على الحديقة متأثرا بالعامل الروحاني. نحن الكائنات الوحيدة التي تصنع الأشياء للمتعة فقط، لأنها تبدو جميلة وتضيف إلى حياتنا ومحيطنا، وأعتقد أن في الأغلب هذا هو منشأ الفن. يأتي الإلهام من شيء كنت قد رأيته أو قرأت عنه، فجزء كبير يأتي من اللاوعي عند الإنسان. ففي بعض الأحيان أستيقظ وفي ذهني فكرة لا أعرف من أين أتت، ولكنها تكون قد نمت من خلال استيعابي لمعلومات كثيرة وتترجم بعد ذلك في شكل منحوتة. أحاول جعل الزوار يستمتعون بالتجربة الفنية. فلو ذهبت إلى متحف اللوفر في باريس لمشاهدة لوحة الموناليزا، فسيكون هناك 100 أو 200 شخص في جو مزدحم ومزعج بعض الشيء. هناك سترى اللوحة فقط، فلن تستطيع استيعابها. أما لو استطعت الذهاب إلى هناك والجلوس لمدة ساعة بمفردك، ستكون قد شعرت فعلا باللوحة. ما نحاول القيام به هنا هو إعطاء الناس المساحة والوقت لمواجهة الفن بطريقة تعتبر لا شعورية وبأشكال وعلى مستويات عدة. فهنالك القوارب، ولدينا مكان جميل للجلوس وللتنزه، ولدينا الحدائق والمزروعات. هناك تناغم بين كل شيء، فالحديقة ليست لمشاهدة الفن فقط، بل للحصول على تجربة مميزة. لقد انتقلنا إلى هنا منذ 4 سنوات ونصف، وبدأنا بعمل حديقة المنحوتات منذ 3 سنوات ونصف لعرض الفن الذي أنتجه في البيئة التي أردت أن يكون فيها. يجب أن تعرض المنحوتات الضخمة في الهواء الطلق، فعرضها داخل الأبنية قد يشوه المنحوتات لأنها ستكون في بيئة غير مناسبة وستعتبر خارج السياق. نقف الآن عند إيزيس، وهي أهم إضافة لحديقة الهايت بارك، لأنها جميلة جدا وأضفت عنصرا جميلا للمنظر العام في الحديقة، والأهم من ذلك ساعدت على جمع أكثر من 1,000,000 جنيه استرليني لبناء مركز تعليمي للأطفال في وسط حديقة هايت بارك. إيزيس هي إلهة الطبيعة، ومن الطبيعي أن توضع في وسط الحديقة. أعتقد أنه من المهم وجود أعمال فنية في الحدائق لتعكس الأحاسيس المختلفة للناس، وهذا التمثال بالتحديد يجلب شعورا بالسعادة ويجعلك تفكر بالحياة وبالطبيعة، كما أن للتمثال شكلا مميزا وهو منسجم مع ما يحيط به في الحديقة، وهو أمر مهم جدا. I
إيزيس أضفت جمالية على الحديقة بسبب شكلها المميز، ولاحظنا أن كل من يمر بجانبها يحاول الاقتراب منها ولمسها، وكما ترى فإن لونها يتناسب مع ألوان الأشجار التي تحيط بها. أعتقد أن ما قامت به إيزيس هو إيجاد مبدأ جديد في الحياة من خلال إثبات أن الفن هو أكثر من شيء جميل بحد ذاته، بل من الممكن أن يضفي قيمة أكبر إلى حياة الناس من خلال قدرتهم على مساعدة الآخرين. وقد ساعدت إيزيس في بناء مركز تعليمي، وأتمنى أن تنتشر هذه الأمثلة في العالم. يحيط بقدمي التمثال دوائر معدنية عدة، نستطيع أن ننحت على هذه الدوائر إهداءات. على سبيل المثال، أحدهم تقدم بالزواج من حبيبته من خلال إحدى هذه الإهداءات، والبعض كتب عن ذكرياته في تمشية كلبه، والبعض أحيا ذكرى زواج أو عيد ميلاد. وثمن الإهداء 1000 جنيه استرليني، ووضعنا 1000 إهداء، مما يعني تحصيل مبلغ 1,000,000 جنيه استرليني للمساعدة في بناء مركز تعليم للأطفال. To help build the new education center. The ISIS Education Center, which is named after the sculpture. سمي مركز التعليم باسم إيزيس نسبة إلى التمثال، ويستقبل المركز الزوار من كافة الأعمار، حيث باستطاعتهم هناك التعلم عن عالم الطبيعة. كما يوجد لدينا بحيرة صغيرة بها حشرات وحيوانات ونباتات مختلفة. لدينا قسم جديد سميناه سفاري الوحوش الصغيرة. وضعنا هناك عددا من أغصان الأشجار الكبيرة لكي يتمكن الأطفال من دحرجتها واستكشاف حياة النمل. بالإضافة لذلك يوجد غرفتان رائعتان للاستكشافات، وهذا كله بفضل إيزيس. هناك 30 منحوتة من أعمالي في حديقة المنحوتات على البحيرة في الوقت الحالي. عندما بدأت العمل على الحديقة كان لدي بعض المنحوتات، ومن ثم صنعت العديد منها لكي يتم عرضها هنا. فالحديقة في نمو وتطور، والعمل بها لن ينتهي، فعلى الأغلب ستستغرق 30 سنة أخرى لتكون قريبة من الشكل الذي أريده لها من حيث شكل المنحوتات والنباتات. يمكن رؤية بعض الأشجار الكبيرة التامة النمو، وبعضها صغيرة وفطور النمو. ومنذ أن انتقلنا إلى هنا قمنا بزرع حوالي 2500 شجرة ونبتة. بعض الأشجار قد تستغرق 200 سنة ليكتمل نموها، أخرى 40 سنة، وبعضها قد يستغرق وقتا أقل. فككل حديقة هي في تطور دائم. لقد بدأت بعمل منحوتات عن الحياة البرية فقط، الآن أقوم بعمل رمزي تجريدي وبأعمال متحركة. لكن كل هذه القطع تأخذ أشكال الطبيعة كشكل ورقة الشجر أو طير أو جناح عصفور أو منقاره. أي من ذلك قد يكون مصدر إلهام لي. عندما تقترب من المنحوتات من زوايا مختلفة، فإنك ستراها من وجهة نظر مختلفة، وسترى أشكالا متنوعة، والضوء يختلف أيضا حسب الدرب المسلوك. هناك العديد من أشكال الطيور المجردة التي ترتكز أساسا على شكل طيري الكركي وأبي منجل، وهما طائران جميلان، فقمت بتجريدهما وتغييرهما وحولتهما إلى طيور راقصة ترمز إلى السعادة، كما أنني أستلهم أيضا من شكل زهرة الساتراليتسيا. منذ أن انتقلت إلى هنا بدأت أيضا بعمل منحوتات رمزية تعتمد على شكل الإنسان وبشكل أساسي على الوجوه. هناك منحوتة كبيرة على الطرف الآخر من البحيرة وتدعى السعي وراء التنوير. استوحيتها من رحلتي إلى أفريقيا عندما كنت على قمة جبل عمره 140 مليون سنة، والشمس عمرها 4,600,000 سنة، ونعيش في مجرة عرضها 100,000 سنة ضوئية، وتحتوي على 200 مليار نجمة. فلاحظت حينها كم نحن صغيرون في هذا الكون. فهذه المنحوتة تمثل ضيق وعينا، لأنه في معظم الوقت لا نلاحظ ما هو خارج نطاقنا.
عندما بدأنا التفكير بنحاتين القيام بهذه المهمة، بحثنا بين العديد من النحاتين والطرازات، ووجدنا أن سايمون جاتجن هو الشخص المناسب لما له من اهتمامات بالبيئة، ومواضيع أعماله متعلقة بالحياة البرية، فأعماله متوافقة تماماً مع ما كنا نحاول التوصل إليه من الناحية الروحانية والفنية في الحدائق الملكية. أعتقد أنه مهتم بالطبيعة والبيئة، وبنية أعماله جميلة جداً وتلائم محيطها البيئي، كما أنها تتوافق تماماً مع هدفنا الرئيسي وهو تثقيف الأطفال عن الطبيعة. طريقة عمل منحوتة فنية تبدأ من الفكرة، وهذا قد يستغرق أياماً أو أسابيع أو أشهر أو حتى في بعض الأحيان سنين طويلة حتى تكتمل. كان لدي بعض الأفكار التي استغرقت 6 سنوات لتحقيقها. عندما أنتهي من هذا أذهب إلى الاستوديو وأقوم ببناء المنحوتة. قد أستخدم عدداً من المواد، وهذا يعتمد على طبيعة المنحوتة، ففي بعض الأحيان أستخدم الطين أو الرغوة أو مادة الإيبوكسي، وهذا يعتمد على دقة العمل وحجم المنحوتة والشكل الذي أريده. عندما أنتهي من عمل القوالب نرسلها إلى المسبك، ومن ثم تأتي عملية يطلق عليها اسم عملية الشمع، وهي متبعة منذ قرون، وقد استخدمها قدماء المصريين لصب الذهب. تغيرت بعض التفاصيل في هذه العملية، فلدينا مواد أفضل، نستخدم أفران الغاز عوضا عن الفحم، ويمكننا قياس الحرارة بشكل أفضل. نستلم القوالب الطينية من سايمون ونحولها إلى تماثيل برونزية مستخدمين عملية الصب في الرمل، وهي إحدى الطرق التقليدية التي استخدمت منذ 4000 سنة، وقد استخدمت في معبد سليمان وذكرت بالكتب المقدسة. تتمثل بوضع القالب داخل مجسم رملي، ومن ثم سكب البرونز السائل عليها لتأخذ شكل القالب. إنها طريقة تستخدم من قبل ثقافات العالم المختلفة. نحن متخصصون في صنع تماثيل البرونز، وهي عملية تقليدية تستخدم منذ آلاف السنين ولم تتغير إلى يومنا هذا. هذا المسبك يعمل منذ نحو 100 سنة، وقد صب هنا العديد من التماثيل المشهورة في لندن، منها الأسود في ساحة الطرف الأغر وقوس العدالة فوق المحكمة العليا والنصب التذكاري لمعركة بريطانيا في منطقة إمبانكمنت. نستخدم طريقتين مختلفتين لصب التماثيل مستخدمين قوالب الرمل أو الشمع، وعادة ما يستخدم الرمل للقطع الكبيرة فيما يستخدم الشمع للقطع الصغيرة. أنا متخصص بصنع التماثيل من القوالب الشمعية. نصنع القالب للقطعة الأصلية، ومن ثم يغطس بالسيراميك نحو 8 مرات متتالية لتتشكل قشرة بسمك ربع إنج، وتكون قوية بما فيه الكفاية لتتحمل ضغط البرونز.
ومن ثم نضع القالب في الفرن فيذوب الشمع ويصبح لدينا قالبا من السيراميك. نصب البرونز فيه إلى أن يتجمد مجددا ومن ثم يكسر ويصقل. أعتقد أن أي شيء جميل يأتي من الخالق، لكن لا أعرف من أين يأتيني الإلهام، لكن ما أقوم به هو شيء جميل. أعتقد أن العديد من المنحوتات وظفت للترويج للدين كالمسيحية في الغرب، فمعظم الفن في الغرب ابتكر من أجل إيصال مفاهيم دينية إلى أهل تلك العصور، فمعظمهم كانوا أميين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة. أما اليوم فنحن نستعمل الفن والنحت لفهم عالمنا وإعطاء صورة عنه تتسم بالجمال. Islam is a very complex and. للإسلام ثقافة عميقة وغنية، ولكن للأسف نحن هنا في الغرب نرى زاوية ضيقة من الإسلام وهو التيار المتشدد. الإسلام بالنسبة لي مذهل من خلال ما أراه من ثقافة وأدب، ولكن ربما موقف الإسلام من مسألة التماثيل ربما يجب تفسيره بشكل أوسع وأكثر ليونة. ارتباط تاريخي ودعوة للتبادل الثقافي بين قرطاج وروما من خلال إقامة حفلات موسيقية للأوركسترا السيمفونية لروما في تونس. اسمي فرانشيسكو لافاكيا، المدير الفني والموسيقي للأوركسترا السيمفونية لروما. نشأت الأوركسترا السيمفونية لروما في نوفمبر عام 2002، لأنه في نوفمبر القادم ستبلغ 10 سنوات. الأوركسترا السيمفونية نشأت بعد 4 اختبارات دولية اجتازها قرابة 5000 عازف وموسيقي ليصبح لدينا مجموعة من الأساتذة الموجودين حاليا بالأوركسترا، وهم من أفضل العازفين الشباب في روما. Moi, je pense 5000 personnes. تسهم الثقافة الموسيقية في توسيع آفاق الشباب وزيادة إبداعاتهم. الأوركسترا اليوم أصبح لها شهرة في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، وقد قدمنا عروضا دولية في مدريد وأثينا وبرلين وفيينا. من المهم جدا بالنسبة لنا التعرف على ثقافة البلاد الأخرى والتعامل معها. أنا موجود حاليا في تونس لدراسة سبل تقديم أعمال مميزة للمستقبل. وقد قدمنا عرضين في 17 من يوليو في الجم وفي 9 يوليو في قرطاج. اليوم نكمل دورتنا هنا في المسرح الأثري في الجم. أنا سعيد جدا للاحتكاك بالجمهور التونسي الذي سعى دائما للبحث عن المعرفة وطرح الأسئلة، ما يجعلني أقدم ولأول مرة سيمفونيتين في كل عرض أقدمه في تونس، وهي من أهم السيمفونيات المشهورة في الغرب على غرار السيمفونية 3 والـ5 والـ7 لبيتهوفن، والسيمفونية 6 لتشايكوفسكي، والسيمفونية 9 لدفوراك، والسيمفونية 4 لبرامس. وأعتقد أن بيتهوفن وتشايكوفسكي ودفوراك وبرامس هم من أهم الملحنين في تاريخ الموسيقى السيمفونية في الغرب. موسيقى
الجمهور التونسي له خصائصه وهو متشبت بالموسيقى التونسية، هذا بديهي، فهي موسيقى تحظى بشعبية واسعة يجب احترامها، ولكن يجب العمل على القيام ببرنامج يحمل على التبادل الثقافي والموسيقي بين البلدين. فالأوبرا الإيطالية كتوسكا وبيتهوفن لا تمثلان فقط الثقافة الغربية، بل إنها ملك للجميع، فلا وجود لحدود للثقافة والفن أو لجنسيات فرنسية وألمانية وتونسية وإيطالية. اليوم تندثر الانتماءات أمام العمل الثقافي ليتعدى الحدود واكتساب معارف وثقافات جديدة. لذلك أدعو السياسيين الإيطاليين إلى العمل على تسهيل التبادل الموسيقي والفني بين البلدين، فاليوم الإبحار على الويب والإنترنت يجعل كل العالم يتبادل الحضارات والثقافات والأفكار، ويجعلنا نشاهد تحولات سريعة، وهذا ما يجعلني سعيدا إذا كانت هذه التحولات تستغل لصالح الثقافة خصوصا لدى الشباب. أما الآن فنتوقف مع جولتنا الأسبوعية على عالم الفن مع غدا ناصف. فلنبدأ بمعرض للفنان البريطاني ديفيد هوكني بمتحف جوجنهايم بمدينة بيلبو الأسبانية. المعرض يضم 150 عملاً تتراوح بين لوحات زيتية وأخرى رسمت على الآيباد، إلى جانب سكتشات ومقاطع فيديو جميعها تعكس تأثير الطبيعة على أعمال هوكني. ويأمل هوكني في أن تساعد أعماله الناس على الاتصال بالطبيعة. حدثاً فنياً في شهر واحد، هذا بالتحديد هو عدد فعاليات مهرجان بريغنز في النمسا هذا الصيف. المهرجان الذي يحتفل بعامه 67 يقدم عروضاً موسيقية ومسرحية متنوعة في عدة أماكن بالمدينة. افتتح المهرجان هذا العام بعرض لأوبرا سولاريس المستوحى من رواية علمية للكاتب ستانيسلاو لام. والآن أمعن النظر جيداً، هذه الكرات تبدو وكأنها تسبح في الهواء، لكنها في الواقع خدعة بصرية. هذا اللون من الفنون بدأ ينتشر في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث يقوم الفنانون باللعب بكرات مصنوعة من الأكريليك بلمسات يدوية خفيفة. بعض مراكز تعليم الرقص في المدينة بدأت في إدخال هذا الفن ضمن تدريبات اللياقة البدنية. أربعون فرقة من جميع أرجاء الجزائر تشارك في مهرجان الموسيقى والغناء بمدينة عنابة. موسيقيون ومطربون يقومون بالترويح عن الجمهور أثناء شهر رمضان. كما يضم المهرجان معرضاً للصور الفوتوغرافية للمطربين الجزائريين على مر الأعوام. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من آفاق. يمكنكم دائماً مراسلتنا على afaq@bbc.co.uk أو زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/afaq.bbc. ولمعرفة تفاصيل التصوير والإعداد تابعونا على تويتر @bbc_afaq. إلى أن نلتقي الأسبوع القادم مع مزيد من المواضيع الثقافية والفنية، لكم من فريق الإعداد أطيب التمنيات. إلى اللقاء.